ملف نادي القرن، وانت شاهد على العصر، هل الاتحاد الافريقي جامل للنادي الاهلي؟ مش انا مش عايز اتكلم في الموضوع. لا ما مش كده، احنا كلام مش عايز اهزر، ده كلام يعني. احنا لو كلمت في موضوع بنهرر يعني، يبقى بنضيع وقت بعض، ده تهريج. يعني الاتحاد الافريقي مؤسسه كبيره، وبعدين المساله دي فيها الكلام ده، فيها الهزار ده. الله يعني مش عايز، يعني في حاجات ما تنفعش ان احنا نتكلم فيها. يعني نقول للناس اللي هي بتشكك دي اهدوا بقى، ما فيش اصلا مشك، هو لسه فيه كلام في الموضوع ده تاني لسه لغايه دلوقتي. في شويه خلاص، اللي عايز يروح بقى يروح في اي اسم بليس يعمل محضر وخلاص هناك. انا هقول له يعني.